بونجور، صباحكم حب وياسمين البنات، كراكم ان شاء الله تكونوا بخير. انا توحشتكم بزاف 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 بزاف. هذا اول فيديو اللي غادي ندير لكم هنا في الترك. قول واحد السيمانه ما درتليش كاع لي فلوغ، ما درتلكمش، ما درتلكمش، قلت نريح شحال محاضرات تقسيمية، علاش ما بقيتش ديري واسم كاين. بغيت نريح مع راجلي، مع وليداتي، ومع ماما، ومع اختي. بغيت نريح هكا نقعد مع دارنا. انا جيت لي برومي اليوم، عاد انا ماشي ندير لكم فيديو. واو واسم بغيت نقول لكم اليوم راني خارجه نمشي نقضي واحد الصوالح. ديجا هذوك لي فيديو باخاز بوتيت خاكم تشوفوني نهار مور نهار راني ندير لكم، راكم عارفيني بلي انا ركبت البرومي. والفيديو اللي درته اللي وصلت فيه بالك درته مع لو 5، هاكا بالك درته مع لو 5 سيمانه، على خاطر لي فيديو اللي كنت في الجزائر كنت عاد ما بارطاجيتهمش، كنت بارطاجي فيهم سي بوغ سا. بصح كاين اللي بزاف انتبه لي، اللي متبعوني تبعوني المتابعين الفيدال هما راه انتبهوا لي شحال محضرة سقساتني. واسم عندك ان شاء الله تكوني وصلتي بخير، ماكيش ديري لنا لي فلوغ في اسطنبول. واسم عندك راه عندي والو، غير بغيت نقعد مع دارنا ونريح شويه مع العائلة نتاعي. هذا ما كان بغيت نستغل راجلي، هو يستغلني، حنا كنا متوحشين بعضياتنا. وبناتي تاني باش تأقم المولي في الدار شوية جاتهم صعيبة، على خاطر يا مور توالفة ترقد مع أختي نبيلة. قلت لكم أنا يا مور بالك في الشهر وخمس أيام، في الشهر وخمس أيام وقعت شهر وخمس أيام، في الشهر وخمس أيام اللي قعدتها في الدار بالك راه باتت معايا تروافوا لي غاز كاع مع نبيلة، مع نبيلة، مع نبيلة. سكيت في النهار اللي جات قسما بالله العظيم غزلان رقدت في وسطهم. النهار اللي بت انا في لوطيل غزلان دارت لهم سدريات بصح نطرحهم، قلعتهم من البياس نتاعهم ودارت هذا على هذا في الصالون ورقدت في وسطهم. في الليل هربت لهم مشات رقدت في بلاصتها، ما بغاوش يرقدوا بوحدهم. نهار الزواج باش حطيتهم في بلاصتهم النهار اللي بت في الدار في الليل بكاو، خليتهم قلت يبكيو حتى يشبعوا اللي قال اليوم يبكيو، اليوم نرقدهم قدامي ما غاديش يبكيو، وقال غدا غادي نرقدهم مع غزله ما غاديش يبكيو، ويجي النهار اللي غادي نحطهم في بلاصتهم ويبكيو. الوغ قلت نخليهم يبداو يتوالفوا بلايصهم، الا تبكي تبكي تتشبع من بعد تسكتي. دوكا صاي الحمد لله راهم يتوليو ويرقدوا في بلايصهم كيما اللي كنا من قبل. وباش توالفوا شويه يخطر يقولوا لنا مازال ما نمشيو للجزائر، ماما مازال ما نمشيو، انا عربيه تقول لي انا عربيه مازال ما نمشيو، قولي الاب نبيله تجي. قلت لها وكان جات طريق قريبه وراحنا كل يوم وعندهم ولا كل سيمانه عندهم، معليش هذا هو المكتب كل وحده كما قال لك وتعود المياه الى مجاريها. انا وليت خدمتي من موراها وليت ديريكت نخدم راسي وراجلي وبناتي. الفايده والحاصل دوكا راني ماشي، راجلي ماشي يقضي واحد الصوالح غادي يقضيها، ومن بعد غادي نمشيو نفطرو انا وياه. غادي نفطرو غير راسي وراسه في بلاصه مش عارفه فين غادي نمشي، غادي نديكم معايا غادي تشوفوني وين فطرت واسم غادي ندير اليوم. وهذا مكان اباخسا ما كان حتى حاجه جديده. بغيت نقول لكم راني نكري لا تراديسيون، التراديسيون تاعنا، لا تراديسيون تاعنا القش كاع البلايز، راه عندي الشده لي كافطون كاع باش يكون عيل فنان. باش واحد كيما يتفرج فيديو يعرف بلي راه عندي سورتو هنا اللي عايشين في الترك. وحتى تكون بعيده نقدر نبعثها لها كارغو، نقدر نبعثها لها ومن بعد عاود تولي تبعثها لي، ما عنديش بروبلام. المهم كيما نعطيها لكم نتمنى تولي لي، ما تمرمدوها ليش والسلام، على خاطر هنا عندنا طبيعه تاع واحد الكري نقولو نبيعو خير ملي نكري ولا تقطعها ولا يبقى عندها. انا متمنيه خاطر دوكا غير انا لا راني ندير هاد الخدمه.
بصح بخي دو سومان بيتيت تشوفوا كاع الناس راهم يديروا هاد الخدمه على خاطر زعهوت حاجه اللي نديرها نلقى من مورايا جيش قاعد ركيبي. الفايده والحصر اي وحده. راه عندي ثاني قسنطينيه عندي بزاف صوالح مازال ما درت لكم عليهم فيديو. دوك ان شاء الله غير نريح ونقعد راسي راني ندير لكم فيديو على لا تراديسيونيل راني جبتها انا لي دي تراديسيونيل تاع على تاع البلاد. البلوزه الوهرانيه القسنطينيه الشده اللبسانيه كاع كاع كاع. وكان حتى الناس اللي يبغيو باغ اكزومبل يكون عندهم ماشي مشروط عرس، يكون عندهم خطبه، يكون عندهم ملاك، يكون عندها حنتها تبغي تلبس. سورتو لك كانت متزوجه مع تركي جو بريفير تلبس هذيك الحنه التركيه وتزيد تلبس حاجه من تراديسيونيل تاعنا باش هما يعرفوا شنو كيفاش داير. هذا مكان افاخ ساوس. نقول لكم نبغيكم نموت عليكم. بقاو معايا غادي فين ما نمشي اليوم غادي نديكم معايا نمشي فوت لكم راكم توحشينا على بالي. اشكرا اشكم بيبيم اشيم دكيم بيم تشوك دم سن نسن انسان لاني دي جيكسن. سلام عليكم غباز قايا نسن از ديم سن از بزيز اش عندي لي هكا الضباب كلي انا عندي الضباب اه شكرا بس مشي بالي توحشتهم توحشتكم نيني انا توحشني انا توحشني بزاف انا ثاني توحشتك شويه بزاف شويه تاع بزاف بغيت نخدم لها بعقل. ها الراجل جابنا تقولي له بزاف على خاطر شوفوا الا عطيتوه الحب اكثر ما يستاهل صاي غادي يمشي من جهه واحده اخرى فهمتوا. انا دائما نقول له نبغيك بصح الا بدلت لي لا ضربت لي في الراس كاين 10 منك كيما الدنيا كاين بزاف كيما النساء راهم كاين غير هما الرجال ثاني راهم كاينين غير هما. انا هذه دخلتها راه في راسها نتوما ثاني ديروا هكا. وزيدوا كان تنتبهوا الناس اللي تسيباراو مع صحابهم ولا مع رجالهم ويمشي لوحده اخرى على خاطر تكون عاطيته حب بكفايه وفي الزياده. انا نعطيه بصح خطرات نطلع للفرانه ما فهمتوا بلي كيما قادر نعيش معاك قادر نعيش بلا بيك كما اللي كنت قادره كنت جيت للترك وعشت بلا بيت دائما دايرتها على في راسها كيما هكا باش يكون عندها هذاك الخوف تاع يجي نهار ويني ما يلقانيش. بصح الا بقيت بلا عمري وحياتي وبيبي صحه وما تخرجي صحه ما نديرش صحه اخي شنو هي ابن عمي ماشي غايه ماشي غايه خطره فرضي الراي تاعك على خاطر كاين نساء اللي ما عندهمش شخصيه يبقاو غير يتبعوا في رجالتهم وثم يقول لك كل القوه. لا الراجل ما يبغيش كيما هكا خاص يبغي وحده يكون هذيك الواعره هذيك اللي يكون عندها شخصيه قويه اللي تقول لا انا ما نبغيش اليوم ناكل لوبيا خاصني ناكل العدس انت بخاطرك لوبيا غدا ندير لك لوبيا ومعود ماشي كيما هكا كل يوم ديري لها خاطره شويه كيما قال في حدود المعقول كيما قال لك الا زاد الحد عن حدين قلب الى ضدي هكا خمو الا عطيتي حب بما فيه الكفايه غادي يحوس عليه من جهه اخرى على خاطر يكون عارف بلي مرته ولا صاحبته بلي هذيك ما تقدرش تشوف من غيرها ما تقدرش تعيش من غيرها من بعد شكون بيني بتشم بشي شويه قال لي الله يخليك قولي لي انا كي تهضري عليا انا كي تهضري بيا قال لي كي تهضري حاجه شابه ولا حاجه ماشي شابه قلنا هضر حاجه شابه بيبي باش كمل يعني حياتي بيبي عشقي انا ضمن قال لك فهمت عمري وحبي وعشقي بصح الاخر اللي كنتي تهضري ما فهمتهاش ايوا غاو تفهم كل شيء شويه فهم غير شويه ماشي بشغل تفهم كل شيء. المهم انا نبغي من داخل المتالي بصح هذاك الحب هذاك الحب دائما نقول له شوف وكان انا نجيب من عندك 10 تاع الدراري قسما بالله لا نخليهم لك. يقول لي كيفاش خليهم لي ما عندكش القلب ولا القلب انا خليته لك نتايا كيفاش ما عندكش القلب انا جامي شفت الماين كيما هكا. نقول له هو القلب خليته لك إيه يقول لي باش غدوه غدوه كي تجي تزوجي واحد اخر ما يديروكش الدراري ياكي لا خليهم عندك هو كيخمم وانا قصدي بلي ما غاديش تربطني بالدراري فهمتوا بصح هو شوف كيف بقى يخمم يقول لي باش يغدو غدو الا عرفتي كاش واحد البز ما يديرونجيكيش والله ما راكي ما جيت والله انا يعني قلت لك تكت لي انا ما دبي انا اصلا هي تبيك كل اسم نبين لها بلي هي تكت لي قلت لك لا انا عاطيه هذاك الحد باش ما قال لك تي بوش تي موت تخلص ايوا هذا ما كان ديو شويه انا عطيتكم شويه افكار بغا بحبوباتي انا دروك راني ماشيه
باي باي. غو 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 بعد نوليو بعد. شوفوا الريستوران اللي جيت ليه يركب البحر. البنات اسم الريستوران نداولي ريستورانت هذا. غادي نشوفو واسم فيه تشيكوفتان ثلاث سالات هنا. سيدي نمشيو اوكي. بسم الله كلو بسم الله كلو بسم الله كلو. تسني يجيك تسني يشتو تسو شنو يكون تان فاصوليا لي زيدو لحم معجون بلاستيك كباب بيبس منين هذا بقلاوه. او جايتكم بالجنس نو دوكا غادي نطفي الفيديو نشوف نكونسونطري واش ناكل ونوري لكم الكبيدات. شاهيتكم بالجنة الكبيدات تشيكفتي متعلي هراجلي طبعا انا مناكلهاش. صحتك سامي. احنا جيعانين على بالكم شحال الساعة الجنة الخمسة يبان لي بكين بكين ماشي راها الخمسة البنات. جا فرماج الحال هذا بالياوغت موت عليه شي كفتة انا بغيهاش واللوبيا موت عليها اللوبيا باردة سلطة وسلطة الشاروخان نموت عليها بال نموت عليها ب الكاتولا جيبيز أمارة بجا قرقع قرقع. شهيتكم بالجنة الكبيدات طبعا شي كفته ديرها في وسط السلطه وراك تاع السلطه هذا البلاط على رجلي وانا يا شوف السلطه كتيناها جيعانه. انا درت اد صوتي اللحم صوتي واي واي واي. شهيتكم بالجنة حبوباتي موت عليها اد صوتي. صحتك صحتك سلمك كبيدة يسلمك. شهيتكم بالجنة نذوقها معاكم نقولكم اسكو شغل خرج على فين صار مشام قال لي تعرفوا اسم قال لي احمد قال لي راكي تاكلي بزاف اليوم جات الزوج قلت لها انا راني جيعانه مازال ما كليت قلت لها جيت هنايا باش نبوت بالشر قال لي راكي عاد كتقهويتي وانا مداري حتى ثلاثه اربعه وما نقولش كاع بلاني جيعانه حتى الجيع ما نديها قال لي راكي عاد قلت لها ومن بعد قلت لها انا توالفت الصباح نتقهوى ومن بعد نفطر نفطر ومن بعد موراها نتقهوى ومن بعد نتعشى قال لي قال استنى صاي كبرت ماذا بيا خصني عاود ندير فوطو باش نعيدها واحده اخرى هي بلاد نقول لكم الا جابني ولا ماشي بنين لا شكرا لا ما لا الخمسه اللي يفطر يفطر عند الخمسه تقريبا ندخلوا السته كانت كاين واحد الطابله اللي هي اوفاس البحر خير كان عامل ريزارفي عند السته فجينا مع الخمسه وربع هكا كان دوك هي نتعشى مش نفطر بصح هذا هو الفطور هذا عشاتي الحمد طاب دار انا نجي ناكل هنايا من بعد ثاني نفطر من بعد نجي نفطر فيه هم علامة تأول مرة ناكل مع عندها مستوطة داري ناكل هنا مجاعة خان شهيتكم بجنة ريها بيت ضروري شوية حار حتى
راهم دايرينها بالطوماطيش والفلفل. واخدين عند الراجلين برد هلا اشكام على بيت على 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 بنين شباب شباب شايتكم بالجنة نه نشوفوا غير مني نشوف شايت مكبر كيف حتى وعاو ضايع بالنحطة وريال بكم تولي بس ما قلت أكثر بس مش مصابة 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 بس انت صار مش تولي بالكارون كات وكارون سيسكي مع ويلا أدخلها بالكارون كات بس من دار خسني لي باري في الستومة بس طبعا تتوسط لي بان طلع بيتيت بالعس على خطط أبخط قوامات ولي تفتح لك شيء كما اللي كنت زي لا دوزيام فوا خير من لا بخمية فوا تزيد لا دوزيام فوا نشي نكتب ما ليش أوباز بصعا عندي لا بيتا لقم عندي لا بيتا طب نية تتعيدكم بالجنة بدي خليكم بدي عليكم حر حار شبعت الحمد لله عملت كريشتي عملت ثاني عملت كريشتا بس شوفوا ضحكوا شوفوا لما ما كملته هو ثاني ما كملش صراحه الحمد لله شبعت توحشتكم لا توحشكم وجي ريبان قد الخبز انا ماشي وجي كاع كان معاك انا وجي غصيون شوفوا شوفوا المنظر اللي انا قاعده فيه دوك طلع كوشي السولاي شوفوا البحر انا قاعدين انا وياه غير انا وياه هنايا تيلي راه مورانا هنايا الفوق كاين فوق مورانا صحنا نبغيو نقعدو بوحدنا نبغيو نقعدو ايزولي الناس كي راه جاية تعشى سندوس راها خارجة المهم الكبيدات نقولكم ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو نقولكم تهلاو في روحكم نبغيكم نموت عليكم ربي يخليكم ليا نشوفكم بغير فيديو ان شاء الله باي باي البنات على بالكم واش وصل لي اقسم بالله العظيم نهز خرجت دخلت قبل ما انا كي كملت معكم الفيديو عاد وليت دخلت حاشاكم التواليت صال دو بان من بعد درت غير الماء باش ندير هنايا في شعري الماء ها عندي هادو شي محلولين هادو كيف في شعري سقلي مع 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 لاباك عاود وليت قلعتهم قبل شعري فوت شوفان ومن بعد وحده جات دخلت للصال دابا من بعد انا خرجت كي خرجت كاع من بعد قال لي علاش طيسين رقبت شعري كاع قلت له خاتمتي لصقت لك يجي نمشي بخاتمتي لقيتهم خليتهم فوق لافابو هي مشيت نجيبهم لقيتهم في بلاصتهم لقيتهم في بلاصتهم حتى واحد ما رفدهم انا قلت سير على خاطر دخلت معايا مرايا مرا دخلت عاود مرا واحد اخرين قلت سير دوك يلقاهم يرفدوهم والله بنياتي بوغطون ذهب هاد راني دارتهم والله واحد ما رفدهم وانا نقول لها قلت لها شوفي الا ما لقيتهمش بحر عليهم ما تكيش عليا قلت لها ما بجمع عليش هادوك غير خفاف قلت لها غير خفاف قال لي صحه صحه روحي شوفي حتى اني لقيتهم الحمد لله ايوا هذا ما كان بغيت نقول لكم السلام على خير تعرفوا باللي الناس كي يكون شبعان يكون شبعان ماشي نتاعها ماشي نتاعها خلاتها ومشات بغض النظر بابو باين كاين غير زوج بلايص الحمد لله والسلام.